بعد إكمال عمليات تحرير ساحل مدينة الموصل الأيسر وعشرات القرى المحيطة بالمدينة، ها هي القوات العراقية تقترب من فرض سيطرتها على آخر معقل للتنظيم التكفيري في العراق. في هذا السياق أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أنها أنجزت 60% من مهمة تدمير خطوط إمدادات داعش ودفاعاته، وأن القطعات الأمامية المتمركزة في المدينة القديمة تواصل تقدمها استعداداً لعملية تحرير جامع النوري. قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أكد أن الشرطة استهدفت مراكز قيادة تنظيم داعش في منطقة الخوصر بحي 17 من تموز وقتلت 6 من القيادات الميدانية. الفريق شاكر أكد أن من بين القتلى الإرهابيين حارث عبد الله سلمان الملقب بأبي أسامة، والإرهابي مجيد محجوب الملقب بأبو أنفال، والمسؤول الأمني للجانب الأيمن من الموصل المدعو فارس السعودي، والمسؤول الإداري في ولاية نينوى الإرهابي رافع محمود الحيالي الملقب بأبو أنس الحجازي. أحلام تنظيم داعش باتت في مهب الريح، فبعد أن سيطر على 40% من أرض الرافدين لم يعد يسيطر سوى على 6%، ولم يبقى سوى الأطلال شاهدا على جرائمه وعشوائيته التي لم تستثني منزلا أو مسجدا أو كنيسة إلا وحاولت تدميره.